أريد أن أسمع رأيك أيضا بشأن نقطة أثارها الأستاذ محمد ضوينة هنا، من أن مشكلة السودان يعني منذ فترة طويلة هي يعني استقطاب حاد بين الإسلاميين وبين قوى اليسار أيضا قوى أخرى. برأيك هل الثورة الحالية التي أطاحت بالرئيس البشير تحمل قيما جديدة تدفع هذه الأطراف كلها للتوافق لبناء دولة جديدة؟ ملعب في ملعب الكره الان في ملعب القوى السياسيه. احنا في تاريخنا السياسي حدث مثل هذه الثورات، ومباشره بعد الثوره ينقسم الشارع الى اسلامي وعلماني. بينما تظل القضايا الحقيقيه للمواطن، معاش الناس، قضيه الحرب والسلام، قضيه الحريات، تظل معلقه ولا يخاطبها احد من القوى السياسيه، بل تظل تتصارع وتتناقش حول مساله علمانيه واسلاميه الدوله. وضيع زمن طويل من تاريخ السودان في هذا الصراع الصفري بين العلمانيين والاسلاميين دون ان تخاطب القضايا الحقيقيه في هذا البلد الذي ظل منذ استقلاله يعيش تحت نير الفقر والتخلف والفساد والمشاكل الاجتماعيه والقبليه والحروب الطاحنه التي كانت فيها طاحنه. السودان حكمه الاسلاميون، حكمه العلمانيون، حكمه الوطنيون، حكمه الطائفيون، وظلت مشاكله قائمه كانما تخرج لسانها سخيه من حكمهم جميعا. الان يجب على الجميع ان يضع القضايا الوطنيه الاساسيه، المشاكل الحقيقيه للبلد امام الطاوله، ويتم مراجعه تلك المشكلات، مراجعه المواقف حولها دراستها بجديه، حتى ينتقل البلد الى مربع جديد غير مربع الحروب والفقر الاول الذي كنا نعيشه. انا افتكر ان مساله صراع اسلامي علماني او صراع في وقتي هذا صراع لا يبدي بل يبدد طاقات الحسابات السياسيه وطاقات المجتمع السياسي ككل في مسائل لا يمكن ان تحسم اصلا في اطار العمل السياسي. ينبغي الان ان ينتبه الجميع الى ان السودان ينتظر منهم برامج في التنميه، برامج في السلام، برامج في الحريات العامه، برامج في النقل السلطه، التداول السلمي للسلطه، هذا هو المنتظر من قبل القوى السياسيه.